السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله أنكم تكونوا بخير، أموركم بخير دائما وأبدا إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم على بركة الله غادي نقدم لكم واحد الوصفة ديال الشعر اللي هي سهلة بمكون واحد والنتائج جيدة إن شاء الله الرحمن الرحيم. هذه الوصفة هذه كتصلح لجميع أنواع الشعر، سواء الجاف الخشن الناعم، كتصلح لجميع انواع الشعر المتقصف، يعني جميع الحالات. هذه الوصفه هذه كما كيبان قدامكم، يعني المكون الرئيسي او المكون الوحيد ممكن نقولوا عليه هو هذا، كما مكتوب ملوخيه مفرومه. هذه ما كايناش حنا عندنا في المغرب، ولكن ممكن استعمال حنا. هذه كان هي اصلا هذه هي الملوخيه، واللي كتباع عندنا في المغرب هي الباميه، وحنا كنسميوها ملوخيه. يعني تقريبا راه نفس النتيجه بالنسبه للشعر، يعني الناس اللي غادي يستعملوها ان شاء الله غادي تعطيهم واحد النتائج اللي هي مرضيه بمشيئه الرحمن. هنا عندي، هنا كتبع عندنا مجمده، خديت منها كميه، هي هاد يعني الكميه اللي غادي نستعمل على شعري. غادي يعني نعملها واحد الاناء اللي غادي نوضعو فوق النار، بالنسبه للناس اللي عندهم يعني الباميه او الملوخيه اللي يعني على شكل يعني حبات، يستعملوا تقريبا واحد 4 ديال الحبات للشعر. كنوضع تقريبا كاس ديال الماء، وغادي نوضعها فوق النار. بمجرد ما كتغلي الباميه بحد الطريقه هذه، صافي كنزولوا الباميه من النار. بعد ما يعني حضرنا الباميه، هنا جبت لكم اناء باش يبان لكم اللون. كنعملوا على تصفيه الخليط بهذه الطريقه هذه. بالنسبة لطريقة الاستعمال، عندنا هنا زوج ديال الطرق ديال الاستعمال، سواء اننا كنستعملوها قبل الحمام او اننا كنستعملوها بعد الحمام. في حالة ما بغينا نستعملوها قبل الحمام، كنعملوها هي باقة دائما دافية بيان سور، كذلك حتى بعد الحمام كذلك كنستعملوها دافية. بالنسبة لطريقة الاستعمال، كاينين زوج ديال الطرق. الطريقة الأولى يعني نستعملها قبل الحمام بساعة، والطريقة الثانية بعد الحمام بساعة. وفي كلتا الحالتين كنستعملوا هذا المحلول وهو دافي، يعني كنستعملوه وهو باقي دافي، ما كيكونش سخون بزاف وما كيكونش بارد. في حالة ما حبينا نستعملوا الوصفة قبل الحمام، كنضيفوا لها القليل، كنضيفوا لها القليل من زيت الزيتون، يعني ملعقة من زيت الزيتون. كنخلطوا المكونات هذه مزيان، وكنعملوا بها مساج على الشعر لمدة تقريبا ديال واحد 5 دقائق حتى 10 ديال الدقائق. مساج يعني كنعملو في الفروة ديال الرأس، وكن يعني كنغطو بها الشعر كليا، يعني مع زيت الزيتون. اما في حالة ما، وهاد الحالة يعني يستحسن يستعملوها الناس اللي عندهم شعر خاشن متقصف، بعد ما يغسلوا شعرهم يعني عادي بشامبوان، كيعملوا هاد الخليط على الشعر،
وكيتركوه واحد المده يعني ديال تقريبا 20 ديال دقيقه تقريبا، ومن بعد كيغسلوا الشعر ديالهم فقط بالماء. وان شاء الله الرحمن الرحيم تعطيكم نتائج مرضيه بمشيئه الرحمن. كنتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم وانكم تجربوها، وان شاء الله تكونوا راضيين على النتيجه اللي غادي تحصلوا عليها. شكرا لكم البنات.